ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج القوس ليوم الجمعة 20 مايو/2022. توقعات العشرية الأولى مواليد 22 نوفمبر ل1 ديسمبر. عندك حيوية النهاردة تبقى مفعمة جدا وفيها غضب بلا روابط في يومك ده. طاقتك هتبقى مشحونة جدا وممتلئة جدا، في حماس كبير، لكن للأسف ممكن تنفلت الطاقة دي من غير سابق انذار. هتظهر في نوبات كتيرة فيها غضب وغطرسة وعدوانية، هيلحق بيك أشخاص كتير حواليك الضرر. علشان كده عليك في الوقت المثالي والحالي إنك تتجنب نزاعات كتيرة وتدور عن الحلول الوسطية وإنك تكون متعاون أكتر. توقعات العشرية التانية مواليد 2 ديسمبر ل11 ديسمبر. مشاكلك النهاردة تعتبر غير متوقعة، بتتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة بتحفزك على حلها، هيبقى أصعب من المعتاد. ما تيأس وحاول إنك تدور على بدايل هتسأل بيها لأي درجة ممكن تبقى بتأثر المشاكل دي سلبيا عليك شخصيا. من الأفضل إنك تنتظر وتسمح بإنك تلاقي المشاكل طريقها للحل بمفردها بشكل كبير. توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 ديسمبر ل21 ديسمبر. هتجرب حاجات كتيرة تعتبر جديدة ومختلفة. لو المرة هتخونك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة فيك، وهتوضعك في مواقف حرجة جدا فيها استراتيجية حلول انت كنت بتنتهجها في المعتاد. مش هتحسن من أمور كتيرة مهما حاولت فيها بشكل متكرر وكنوع حتى من أنواع التغيير. حاول انك تتخلى عن الانماط الاعتيادية دي وتاخد منهج جديد تقوم بيه بتغيير حاسم، هيكون المخرج لمواقف ومشاكل مستعصية اكتر.